ممثل او ممثله اشترك او اشتركت في فيلم الرساله ابراهيم قال منى واصف جاب 29 نقطه. انت قلتي عبد الله غيث وجاب حلو واو 31 نقطه. السؤال الثاني كان طير يبدا اسمه بحرف الباء، ابراهيم قال بلبل، انت قلتي بطه والبطه صحيح. خلينا نشوف البطه جاب 21 173 يعني باقي 27 نقطة. السؤال الثالث هو شيء تجده لدى البزاز غير القماش، إبراهيم قال مقص أخذ 34، أنت قلتي المقياس آلة القياس. هذا آلة القياس. القياس نعم وجابت ما خلاص بعد جاوزت ال 200 تعال خلي بقى هاي بعد خلاص مبروك عايز تربح. احنا نقول مبروك لعائلة الفنانة آلاء حسين. خلي نقول فعلا فازت بجائزة قيمتها 10 مليون دينار عراقي، فألف ألف مبروك لأنها استحقت هذه العائلة بكل جدارة على الفوز، لأنها أجابت تحديداً على الخمس أسئلة بشكل دقيق وسريع وممتاز. رائع رائع رائع. وين العشرة مليون؟ هنونا من على هنا؟ ألف مبروك ألف مبروك لآلاء حسين ولإبراهيم ولهبة ولأنمار. مبروك من قناة MBC عراق. شكرا. 50% قبل بداية البرنامج اتفقنا أنا والست فوزية أي عائلة من عندنا تربح بحلقة اليوم 50% من الجائزة يروح دعم للنازحين والأيتام، ف 50% حيكون للنازحين. شكرا أنت. شكرا لهذا الموقف الإنساني والوطني الذي ليس بغريب أو ببعيد عن فنانة مثل الفنانة آلاء حسين، فألف شكر إلها. شكرا أنت. ونتمنى دائما أن نفكر بهكذا عطاءات للنازحين والمعوزين والناس الذين بحاجة إلى وقفة إنسانية ووطنية. شكرا جزيلا للفنانة آلاء حسين. شكرا.